السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن. اليوم جايب لكم لعبة من ألعاب ستيم المجانية مع الأونلاين. طبعا راح نتابع السلسلة بما أن في ألعاب. طبعا اللعبة اللي اليوم راح تكون اللي هي تكتيكال انتر فانشن. طبعا اللعبة اللي هي معناتها بالعربي اللي هي التدخل التكتيكي. اللعبة أنا عجبتني، هي على نظام شبيهة بنظام كاونتر سترايك، يعني ما في زوم بس تركض وتطلق وكذا. المهم يا شباب ما راح نطول. طبعا اللي راح تحتاج حاجتين، أول حاجة راح يكون معك برنامج ستيم، تضغط على تخطى الإعلانات بعد 5 ثواني وتحمل اللي هو برنامج ستيم من هنا. بعد كذا تروح وتسوي لك حساب في الصفحة اللي بعدها، هنا تسوي لك حساب، تكتب الكلمة سبق وشرحتها طبعا، تحط صح على آخر خيار وتضغط كرييت ماي اكاونت. بعد كذا لما تحمل ستيم وتثبت على جهازك الكمبيوتر راح يجيك طبعا موجود على، طبعا أنا حاطه هنا برامج منوعة كاتب عليه، راح يجي كذا. الأول ما تشغله راح يطالبك بالباسورد، طبعا راح يطالبك باليوزر نيم والباسورد. بعد ما تنتهي من اليوزر نيم والباسورد تجي الستور هنا، تضغط على ستور كذا، تحط هنا الماوس وتكتب تكتيكال، وتروح على اللعبة راح تلاقيها كذا. ننتظر شوي، هذه هي، تضغط عليها كذا. خلونا نضغط. يا الله اكرهها لما يظل كذا ما يدخلني، ما ادري ايش سالفته يعني. يا ابوي اخترنا خلاص اللعبة، ايش فيك يعني؟ والله قهر قهر يا ابوي، خلاص شغل يعني. اوف. على العموم يا شباب ينرفزني ستيم، والله ينرفزني عاد. لا تخفيضات فيه ولا في اشياء مجانية حلوة كثير، بس العاب ما يبونها حطوها للناس اللي حالتهم تعبانة يعني. على العموم يا شباب انا محمل اللعبة ومثبتها في جهازي، كاتب لي already in your steam library، يعني في المكتبة موجود معي. تنزل انت لتحت وتضغط على play games وراح يبدأ يحمل معك. طبعا الDLC بفلوس، فقط الDLC بفلوس. بس ثواني يا شباب، مثل ما خبرتكم يا شباب الDLC بفلوس. طبعا راح اروح للليبري حقي، راح الاقي اللعبة، راح نشوف حجم اللعبة يا شباب. تجي هنا اللوكال براوز كومان، خلونا نشوف حجم اللعبة. حجم اللعبة 6.30 جيجا بايت. بعد ما تثبت اللعبة راح تجيك على سطح المكتب بهذا الشكل ونشغل اللعبة. طبعا اللعبة ما تحتاج حساب يا شباب، على طول شغل اللعبة والعب. اللعبة تدعم اليد طبعا وتدعم الكيبورد مع الماوس، هذا احلى شيء في اللعبة انها تدعم اليد. طبعا تضغط انتر 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 او ستارت من اليد اللي انت تلعب فيها، وخلونا نبدا. ليتس جو. طبعا تجي الخيارات تحط اللي تبيه، تمام يا شباب، ونروح على طول اللي هو بلاي جيمز. خلوني بس اوطي على الصوت، ما نبي موسيقى، ما نبي. نرجع للخلف، نروح على جوين لوبي. طبعا كيف تسوي؟ تختار اللي تبي، يوروبي نورث امريكا ويست كوست او نورث امريكا ايست كوست ولا رشن ولا يوروبية. طبعا شوف انت الارقام هنا 67 افضل شيء، حط على هذا الخيار واضغط على جوين لوبي وتنتظر شوي وتختار السيرفر اللي تبي. هذا السيرفر مليان، راح نختار هذا السيرفر. يلا ليتس جو. طبعا راح يدخلنا للماب على طول، ما راح يطول معنا. اللعبة حلوة يا شباب، تستاهل التحميل. حملوا اللعبة وان شاء الله تعجبكم، وخلونا نبدأ جيم بلايز ونشوف اللعبة كيف. طبعا تفتح اسلحة، وان شاء الله اللعبة راح يجيها ابديت وراح تكون افضل من كذا بكثير. انا طبعا اللعبة امس كنت اتصفح فشفت اللعبة بالصدفة، ما ادري اللعبة متى نازلة بالضبط، بس اللعبة ان شاء الله راح يجي فيها تحديث وراح تكون افضل ما يكون. طبعا لازم تضغط هنا على ريدي، سوري انا نسيت اني اضغط ريدي. طبعا يعطيك تعليمات انك اضغط حرف التي عشان يعطي نفسه حياة او دواء او ما ادري شو بالضبط، يعني من اليد ما ادري الخيارات بالضبط، بس انت العب باليد وراح تكتشف كل شيء لحاله. اذا حبيت تلعب من الكيبورد تقدر انك تستخدم هذا الاحرف، راح تغير الحين الاحرف بعد شوي. هذا لو تلاحظوا حرف الاف، يو كان ريبل فروم
كي سنت لوكيشن. طبعا هذه الاكويبمنت اوبس في السياره. طبعا انا ما العب، ما دخلوني بعدهم. طبعا في مودات كثيره يا شباب، ديث ماتش اللي تبونه يعني. شكلي انا اخترت مود يعني مو شيء. خلني اخرج من هذا المود، خلوني اختار مود ثاني ليف روم. نبي ديث ماتش. كيف اعرف الديث ماتش؟ ايوه هذا الديث ماتش، خلونا ندخل عليه. ما ابي في شارع ما شارع، خله ريدي. ننتظر لحد ما يدخلنا. ايوه هذا الديث ماتش، تيم ديث ماتش. احسن شيء اللي هو التيم ديث ماتش. طبعا لعبه ما تقارنها بباقي الالعاب مثل وور فيس وباقي الالعاب طبعا اللي شرحتها. اللعبه شوي بس حلوه يعني، بامكانكم تجربوها يا شباب. طبعا هنا تختار السلاح اللي تبي. انا راح اختار هذا السلاح وراح اضغط على هنا ويلا ليتس جو، بدا اللعب. اوف ذبحوه الاخ، ذبحوه. لا لا لا، من وين اجى هذا؟ اوبس وات ذا فوك مان. طبعا اللعبه صعبه يا شباب لان التصويب يعني السلاح ارتداده كثير يعني كثير يهتز، فيبي لك تتعود عليه شوي وان شاء الله امورك في السليم. في هنا واحد كان، لا 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 وقف وقف. الله ما وحيت. شوف الاسلحه اللي معهم، اخس اخس عليك يا جبان. انا توني داخل، توني جديد. كانهم يسمعوني، ما ادري اذا يسمعوني. هلو هاو ار يو. اعتقد انك عادي تفعل المايك. خلنا نجرب. شرب مين. او شيت شوف النوب. اوه اسمعني، هاو ار يو ماي فريند. يسمعني ود الذين. اوكي يعني لعبة حلوة على العموم، ما فيها عرب لحد الحين. بس يشرب من روح يا حبيبي. الله عليك. لا والله what do you think man. يا حبيبي بس خلني اتعود على اللعبة وادعس ابو 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 ابوك. لا 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 وقف يا حبيبي وقف. يلا درعم يا حبيبي درعم. وينهم وينهم؟ لا 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 يخص. اللعبة حلوة بس يبيلك تتعود عليها شوي، يبيلك وقت يعني، يبيلك ايش وقت لحد ما تتعود على اللعبة. اللعبة لسه يعني يبيلك يعني شوي وقت لحد ما تتعود عليها. يلا يا حبيبي دخلني، يبيلك ساعة لحد ما تدخلني يعني، او واسطة او شو السالفة بالضبط. الله ذبحت واحد. يو شيت مين. الحين هو مقهور. لا انا اتكلم وهو مقهور، انا ادري انه هو مقهور على الاجنبي بس ما علي منه. خلنا ادرعم عليه شوي واسحب عليه سحبة قوية. الله لا يا حبيبي ليش كذا ليش؟ Fuck you Russian. لا والله لو الأسلحة لو الأسلحة شوي يعني فيها يعني مثل ما تقول نوع من يعني ما في ارتداد. الله يا حبيبي يا حبيبي بس انا اتعود على اللعب والله اجيب ابو ابوك. على العموم يا شباب اتمنى اللعبة تعجبكم وما يكون يعني من الالعاب اللي او انها تكون من الالعاب الطيبة والممتازة في الاكشن. طبعا اتمنى دعمكم يا شباب للمقطع.
نشر مفضلة واشتراك اللي مو مشترك، لأن القادم أفضل بإذن الله. كان معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن، وإلى اللقاء.